أثرى أساس سيادة المطران الياس الدبعي المدبر البطريركي لأبرشية الروم الكاثوليك في الأردن قداساً احتفالياً في كاتدرائية القديس جورجوس في عمان بمشاركة عدد من كهنة الأبرشية وممثلي العائلات الكنسية المختلفة العاملة في الأردن وحضور جمع من المدعوين. وفي كلمة له في القداس وجه سيادته الشكر للمطران جوزيف جبارة على جهوده في خدمة الكنيسة والرعية متمنياً له المزيد من الصحة والعافية في خدمته المستقبلية. سيادة الحق الجليل، أعلنت رغبتك بالاستقالة لأسباب صحية. أمامها نجد أنفسنا نقف على آثار الشكر. الشكر لكل ما قدمتموه لهذه الأبرشية المباركة. الشكر لكل ما بذلتموه من جهد وتضحية. الشكر على كل ما قدمتموه. إننا على يقين تام أنكم ستستمرون في مسيرة العطاء والإلهام أينما حللتم وأينما ارتحلتم. وكان بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق يوسف العبسي قد وجه رسالة إلى أصحاب الغبطة والسيادة أعضاء سينودوس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك أعلمهم فيها بقبوله استقالة المطران جبارة وتعيين المطران الياس الدبعي متروبوليت بصرة وحوران وجبل العرب في سوريا مدبرا بطريركيا على الأبرشية في عمان. يذكر أن استقالة المطران جبارة جاءت بعد أن أمضى مدة في الأردن قاربت نحو 6 سنوات مطرانا لأبرشية الروم الكاثوليك في المملكة الأردنية الهاشمية. هكذا احتفلنا بخدمة الليتورجيا الإلهية بالقداس الإلهي حيث جرى في هذا القداس قداس الشكر الذي أقيم لشكر المطران جوزيف جبارة وللترحيب بالمدبر البطريركي سيادة المطران الياس الدبعي الذي عين مدبرا بطريركيا لهذه الأبرشية بعد أن قدم المطران جبارة استقالته. نحن نعبر في هذا الموقف عن أملنا ورجائنا بأن يحرس الله ويطلع من السماء وينظر إلى هذه الأبرشية أبرشية الأردنية المباركة التي هي جزء من الأرض المقدسة في هذا الأردن أردن المعمودية. نعلن من هنا التفافنا حول كنيستنا حول أبرشيتنا حول صاحب الغبطة حول السينودوس المقدس وحول سيادة المدبر البطريركي وأيضا نؤكد بأن صلواتنا هذه في هذا الموسم المبارك موسم الصوم الأربعيني الذي سيتوج بأسبوع الآلام وعيد القيامة سيكون مناسبة لنجدد حبنا لبعضنا البعض وحبنا لكنيستنا. ندعو للمطران جبارة بالصحة والعافية وندعو لسيادة المدبر البطريركي بالتوفيق والنجاح.